وصلنا معاكم مشاهدينا لفقره الخير اليوميه برعايه مؤسسه سقيا الماء، وبرحب بضيوفنا استاذ عزت طاهر المدير الاداري لمؤسسه سقيا الماء. اهلا وسهلا بيك. اهلا وسهلا. ومكمل معانا حلقتنا الشيخ احمد المالكي، بنرحب بيك مره ثانيه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا استاذ عزت، عايزين نبدا معاك كده ونتكلم على المشروعات والانشطه لمؤسسه سقيا الماء. يعني وصلتوا لغايه فين يعني؟ تمام. طيب احنا ممكن نبدا باخر المشاريع بتاعتنا اللي هي كانت الابار الارتوازيه، ودي اللي الناس كتير جدا بتسالها وعندهم غلط كبير ما بين الابار اللي هي تخزين الامطار اللي احنا بنعملها في مطروح، والابار الارتوازيه اللي هي بتتعمل في بني سويف. قول بقى الفرق بينهم، يعني ده ايه وده ترجم يعني بالظبط. طيب هنتكلم على الابار التخزينيه اللي احنا شفناها بنفسنا بالظبط، اللي احنا دايما بنتكلم عليها، اللي هي الابار اللي بتعمل في مطروح على اعماق من اول 30 متر مكعب لحد 100 متر مكعب. دي بتكون عباره عن غرفه تحت الارض بتتحفر وبتتمحر وبتبدا تستقبل الامطار في فصل الشتاء علشان الناس تستفيد بيها باقي السنه. كانت عندنا مشكله ان هو طب ازاي الناس هتستفاد في الصيف من البير ده والبير الصدقه بتاعتي بالظبط. كانت الحل بتاعنا اول حاجه ان احنا بدانا نشتغل على موضوع المحطات، وناس كتير جدا بتسال، انا يعني هطلع بس في الاختلاف هتكلم بس عن نقطه المحطات. ليه احنا متاخرين لحد دلوقتي في المحطات بتاعه مطروح وما بداناش، مع اننا اتكلمنا عليها بقالنا فتره كبيره جدا ان احنا هنبدا. اول حاجه انا عشان اختار الارض لازم الارض دي تتخصص لي كمؤسسه علشان اقدر يكون معايا السند القانوني ان انا اعمل بيها محطه، لان انا سهل جدا اروح اعمل محطه في اي ارض وتاني يوم يجي المحافظه نفسها تقول لي انت مخالف فتشيلها لي، فيبقى انا ما كنتش امين على فلوس المتبرعين اللي ادوهاني علشان اعمل بيها المحطه دي، وبالتالي في تعاون مع الاجهزه المعنيه بالظبط. واحنا قدمنا خلاص قرار التخصيص وهو دلوقتي على مكتب سياده المحافظ، مستنيين بس ان هو يتاشر وهنبدا على طول ان شاء الله في المحطه باذن الله. كويس جدا. طيب يبقى هي دي الابار تخزين الامطار اللي بتعمل في مطروح. الاسعار بتاعتها من اول 15000 لحد 35000 جنيه، بتختلف بس من المساحات او المكونات اللي جوه البير او اللي حوالين البير. ايه هي بقى الابار الجوفيه اللي احنا بدانا فيها من فتره صغيره؟ معلش هرجع تاني. الابار التخزين الامطار بتخدم من اسره لاسرتين. كنا اول بدايه شغلنا كنا بنتكلم ان احنا الابار بتاعتنا دي بتخدم اكتر من 5 اسر و10 اسر، وكنا بنقول فعلا كنا بنعمل ده، بس كتر المؤسسات اللي النهارده بدات تبص على الناس هناك واهالينا هناك وكتر احتياجهم بدات تكون في عدد ابار كبير جدا جدا. ولما رفعنا واقع كمان لقينا ان الابار لو عملناها لاكتر من اسرتين مش هتكمل معاهم اصلا شهر او شهرين من الاستخدام بتاعهم، فبقينا نعمل لاسره او اسرتين بالظبط هي البير وده اللي بيخدمه. الابار التخزين الابار الجوفيه بقى اللي هي بتتعمل في بني سويف حاليا وهتتعمل في المنيا كمان الفتره الجايه، هي عباره عن الابار بقى الجوفيه اللي بتطلع الميه من جوف الارض وبتبقى مستديمه معايا. بنحفر على حوالي من 30 ل 50 متر كعمق والميه بتطلع. كل ما بنزل طبعا العمق اكبر كل ما الميه بتكون النقاء بتاعها يعني افضل وهكذا يعني. بتخدم من 15 ل 20 بيت، لان انا بعملها على يعني يعتبر زي شارع بعملها على راس الشارع نفسه، بتخدم كل البيوت دي. في ناس بتسالني طب ليه ما بتعملوش مثلا وصلات ميه؟ طب ليه الاماكن في الصعيد دي هل هي اصلا مش وصل لها ميه؟ طب هل اسئله كتير جدا. ببساطه هي موجوده من ضمن البلان بتاع الدوله ان هي تخش لها المواسير، بس لسه عشان يتنفذ على المدى البعيد. دي حاجه. حاجه ثانيه، اقرب خط ميه للكره دي او للكره اللي احنا بنعمل فيها الابار بتاعتنا الابار الجوفيه بعيده جدا جدا، فتكلفتها هتكون اعلى كتير جدا من ان انا اعمل البير اللي هو تكلفته من 25 ل 35 الف جنيه، بتختلف بس في المساحه وبتختلف في المكونات برضو اللي جنبه. دي حاجه. حاجه تانية، احنا بنعمل جنب كل بير وحده فلتره. وحده فلتره ده عشان ننقي الميه برضو عشان نتاكد ان المياه رايحه لاهالينا هي خاليه من كل الشوائب اللي بتطلع من المواسير بقى والمياه نفسها. في نوع تالت اعتقد من الابار؟ الابار الشاطئيه. الابار الشاطئيه ده مهم جدا. ده بير ده بير لتخزين الامطار يعني. هو ده نموذج من تخزين الامطار بتاعنا الشكل التقليدي، وحتى برضو الجوفي بتاعنا هو نفس الشكل يعني. الجوفي نفس الشكل كده بنفس يعني، احنا حاولنا ناخد كستاندر لينا اللي هو يتعرف في اي مكان ده سقيا الماء بنفس حتى البلاط بنفس كل الترتيب بالرخامه بكل حاجه. المبنى ده مستحدث لينا كنا احنا اللي عملناه. الفكره بسيطه ان هو بياخد الميه من البير نفسه بيطلعه على التانك اللي فوق ده وبيبدا ينزل من خلال الحنفيات، هو بيكون من اربعه طبعا موتور ساحب بالظبط. ده بيقلل بس المشقه على اهالينا هناك وبيسهل عليهم خروج الميه، بدل ما بيطلع بالدلو وكده لا هو كده بقى شكل ادمي اكتر طبعا، ويقدر ان هو يستخدمه. يبقى احنا عايزين نقول انه الفرق بين الاماكن
اللي فيها الابار التخزينيه والاماكن اللي فيها الابار الارتوازيه انه على حسب التربه والارض الميه تحتها بتطلع مالحه، فما ينفعش انه يتحفر يجيب ميه من تحت الارض لانها هتبقى مالحه. فعشان كده بيتعمل الابار التخزينيه زي في مرسى مطروح. لكن الاماكن اللي ممكن الميه تبقى ميه حلوه تشرب فهي دي اللي بيتعمل فيها الابار الارتوازيه، يعني على حسب طبيعه المنطقه. بالظبط، وده اللي احنا دايما بنشتغل فيه. كل محافظه بيكون ليها مشاريعها، وكل محافظه يعني مثلا لما جينا نعمل في مطروح مشاريع صغيره، احنا عملنا ابراج حمام، لما نزلنا سوهاج نعمل مشاريع صغيره عملنا افران وعملنا مكان خياطه يعني وهكذا. فكره ابراج الحمام تاني الساده المشاهدين، لان مهم جدا ان الساده المشاهدين يعرفوا فكره ابراج الحمام جنب الابار دي كانت الفكره هي كانت الفكره ان كنا في لقاء مع سياده المحافظ خالد شعيب، وكنا بنتكلم على المراه المعيله، ان احنا عندنا هناك في سيدات كتير جدا هي ما عندهمش اي مشاريع او عندهم اي شغل. فقعدنا نفكر كده نشوف ايه المشاريع اللي هي تكون صالحه في المكان ده في الصحراء وتواكب مع الناس دي، فلقينا اللي هي افضل حاجه اما تربيه الدواجن او ابراج الحمام. ابراج الحمام فهو برج الحمام، هو بنعمل برج عامه وبنجيب له فيه الراس المال، يعتبر هو الحمام نفسه، بنديه له وبنبدا ندربه لو هو ما عندهمش الخلفيه عن ازاي هيربي الحمام وازاي هيبيع وازاي هيجيب جزء من راس المال او جزء من اللي هو هيبيعه ده هيشتري بيه حمام تاني وهياخد جزء ليه هو. فبنعمل زي تدريب ليه هو علشان يقدر ان هو المشروع بتاعه يكون مستدام. وبالتالي انت حميت اسره من التشرد والفقر والضياع. وبالظبط، هو ما يمدش ايده تاني ليا، انا خلاص خليته اسره منتجه جداً. بدل ما هي اسره يعني عاله على المحافظه او عاله على اللي هي بتروح تمد ايديها. فكره ده مصداق لحديث النبي عليه الصلاه والسلام، اذا اعطيتم فاغنوا. يعني الاغناء هنا اللي هو يبقى فيه مشروع مكمل معايا اللي انا ما مدش ايدي فيما بعد. بالظبط، هو ده هدف المؤسسه الفتره الجايه، ان احنا نبدا نشتغل على الافكار دي. يعني شيخ احمد، يعني حضرتك نزلت اكتر من مره مع مؤسسه سقيا الماء، وكذا مره كنا مع بعض وسافرنا وشفنا بعينينا الابار دي. طبعا على ارض الواقع. وفي الحقيقه يعني انا في اخر مره بس اللي احنا شفناها اللي هي الابار الشاطئيه، اللي انا نفسي الاستاذ عزت اصلا يتكلم عليها، لان دي اولا فيها المحافظه على المياه من مساله انت عارفه في اهدار للمياه للاسف الشديد، فده بدات بقى في حاجه اسمها ابار شاطئيه على شاطئ ضفاف النيل. بالظبط، واعتقد مؤسسه سقيا الماء تقريبا عملت بروتوكول او حاجه زي كده انها هتعمل حوالي 100 لا ده يعني انا عرفته 100 بير شاطئي. لا احنا بنتكلم على هنا، لكن هي تقريبا واخده الخط الصعيد كاملا يعني. وفكرتها ببساطه ان المياه دي انت عارفه التربه الطينيه المياه بتبدا تتسرب، فهو يروح حاطط عامل بير بعمق مسافه معينه، المياه دي تبدا بدل ما هي تتسرب تدخل في البير. والعجيب بقى والاجمل ان المياه دي لا تحتاج لا فلتره ولا تحليه ولا اي حاجه، دي حاجه رب مخزن، وبعد كده تدخل على اهالينا وبتخدم بقى يعني مش عاوزين احنا كنا بنتكلم في تقريبا 40,000 نسمه 50,000 نسمه، يعني اعداد كبيره جدا. ده اولا فيها محافظه على المياه. الحاجه الثانيه اللي هي انا المؤسسه بتسلمها لشركه المياه، في تقريبا بروتوكول مع الشركه القابضه. صح، احنا كده؟ احنا بنستلم منه. ان انا بروح، هي الفكره برده ببساطه ان انا بخش جوه محطات التحليه الموجوده على ضفاف النيل وببدا اعمل فيها البير الشاطئي اللي كان الشيخ احمد بيتكلم عنه. ده اولا بيزود يعني نسبه الميه او الحجم الميه اللي بيخش الاهالين اصلا بزوده معاهم، دي حاجه. حاجه تانية اللي هو يعني تكلفته هو من 50 ل 100,000 جنيه البير نفسه بكل المواتير والمواسير اللي بتتعمل حسب حجمه بقى والعمق بتاعه. بالظبط، هي الفكره زي ما الشيخ احمد، انا النهارده عندي كم الميه اللي بيتسرب كبير جدا، والناحيه الثانيه هو اهالينا اصلا عندهم نسبه الميه قليله جدا اللي بتوصل لهم، فاحنا قلنا ليه ما نستغلش ان احنا نحافظ على الميه اللي بتتسرب دي، ان احنا نوصلها لاهالينا وبرده بشكل كويس وبشكل يعني ادمي. هو في الاخر بياخده على طول دايركت من المحطه للبيوت على طول في المواسير بتاعتها، وبالتالي شركه المياه بتتسلم البير ده بعد ما ينتهي. بالظبط، خلاص بقى يبقى هو في مسؤوليه شركه المياه. احنا دايما دايما بنحاول نعمل ده، يعني احنا دايما في كل المشاريع عندنا بنشوف مين اهل التخصص في الموضوع ده. يعني حتى في النخيل لما جينا نشتري الفسائل قلنا وزاره الزراعه احنا نشتري من عندكم، وانتم تيجوا تشرفوا من المهندسين من عندكم يشرفوا على ده في المحطات التحليه، برضو شركه المياه احنا هنيجي نجي نحفر وهنعمل كل حاجه ونسلمك انت اليات التشغيل بتاعتك، انت هتعرف توفر. وده بيضمن حاجه معينه اللي هو بيضمن ليه الفعاليه اللي هو انتاج واستمراريه. ايوه، فالاستمراريه الحمد لله، والانتاج هي خلاص في ايد امينه في ايد الشركه شركه المياه.
وهي تبدا بعد كده لو في مصاريف تشغيل في اي حاجه هي بتبدا بقى بتقوم بالمساله دي، وبالتالي فالصدقه الجاريه مستمره بفضل الله لا تنقطع يعني. طيب تعالوا نشوف بقى مع بعض اول تقرير ومؤسسه سقيا الماء. جميل قوي لما اكون موجود في محطة كرم عمران عشان اشوف الانجاز اللي بيحصل ده على ارض الواقع. جايين المسافة دي كلها عشان نشوف الانجاز الحقيقي اللي ساهم فيه المحسنين وساهم فيه الناس المخلصين الصادقين ويبدأوا يحيوا الانفس الشريفة والانفس البشرية. لما اجي اشوف المحطة دي عبارة عن ثلاث وحدات كده، وحدة خاصة بطرمبات المدينة، ثم بعد ذلك الثلاث حاويات الفلاتر، ثم بعد ذلك وحدة التنقية اللي هي بتاعت الكلور اللي بتنقي المية. بننقي المحطة كاملة بل ننشئها إنشاء عشان تبدأ تساعد. كل ده عشان تبدأ تساعد في وصول المياه لحوالي تقريبا 40-50 ألف نسمة. 50 ألف إنسان هيبدأ تاخد أنت حسناتهم، هيبدأ يتحط في ثوابك أنت وفي ميزان حسناتك أنت يوم القيامة. لما بيسألوا كده معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، لما سأل أحدهم فبيقول له يعني إيه الجود؟ فقال التبرع بذل المال والعطية قبل السؤال. اللي أنت تبذل من مالك الذي آتاك الله إياه وأنت تعطي قبل ما حد يقولك يعطيني. فتخيل أنت بتعطي لخمسين ألف إنسان. والعجيب وإحنا موجودين هنا، ودي السعادة تغمرني حقيقة، اللي أنا شايف يعني مثلاً قضية الحاويات دي ممكن تتجاب جاهزة، لكن لا، هنا في قضية عشان يبقى في إحسان وفي إتقان بيتم التصنيع بفضل الله عز وجل مع اللحام، مع تصنيع الحاويات ده موجود هنا في الموقع ده على أرض الواقع بفضل الله. كل ده عشان إيه؟ عشان قضية الإتقان وقضية الإحسان. أنا دايماً هقول كده، ما قدر جنيه تعطيه أو ما علمت أن الله يربيه فيراه صاحبه يوم القيامة كجبل أحد أفيرغب عن مثل هذا الخير أحد. قدر أنك لا تثاب على الجنيه، أين الحنو على الأخ والرحم. جزا الله خيراً كل القائمين وكل الداعمين وكل المحسنين لهذه المحطة ولكل أفعال الخير، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون مع مؤسسة سقيا الماء إن شاء الله بإذن الله. ده أنا دايماً أقول هو طريق مفتوح وباب مفتوح، وبل أبواب مفتوحة إلى جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الجنة أعدها الله عز وجل للمنفقين للباذلين من لأمواله. خير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان. شفنا طبعا التقرير وعايزين تعليق عليه. هي نفس الفكره اللي كنا بنتكلم عليها من شويه، فكره محطات التحليه عدد المستفيدين بيكون كبير. هو ده المتبرع دايما بيدور عليه، ان انا افيد عدد كبير جدا، او الصدقه اللي داخله لي او الصدقه اللي انا بحط فيها فلوسي تكون عدد المستفيدين منها كبير جدا عشان عدد الحسنات بتاعتي يكون كتير. محطه التحليه دي احنا برضو نفس الفكره بتاعت الابار الشاطئيه، ان احنا برضو هنحفر او هنبدا، احنا دي واخدينها بقى من اي تو زد، يعني واخدينها ارض فاضيه وبنبدا ننشئ فيها كل حاجه للمحطه. وبعد ما نخلصها بيتعمل محضر اسمه محضر انضمام، بينضم المحطه دي بتخش تحت المحطه او شركه الميه، وهم اللي بيكونوا قائمين على الاداره بتاعتها كامله، عشان اولا التخصص، عشان هم اللي هيقدروا يوزعوا الميه ازاي، علشان زي ما الشيخ احمد كان بيقول من شويه فكره الاستمراريه، هم اكتر ناس هيقدروا يخلوا المشروع ده يستمر عن انا، لان انا ما عنديش ولا الاليه في تنفيذها ولا الاليه في ادارتها يعني. تعليقك يا شيخ. تعليقي انا عاوز اقول ان الصدقه عامه تقي مصارع السوء وتكفر الذنوب وتطفئ غضب الرب،
والله عز وجل يبارك في المال المتبقي، بل يضاعف ربنا تبارك وتعالى الأجر ويبارك في مال الإنسان المتصدق. قال الله عز وجل ويربي الصدقات. نطلع بقى فاصل ونرجع نكمل حلقتنا، خليكم معنا مشاهدين. النهارده جايين علشان نستلم ثلاث ابار مع سفارة دولة الإمارات ومؤسسة أحمد بن زايد النهيان الخيرية بالتعاون مع مؤسسة سقيا الماء. ثلاث أبار هنستلمهم إن شاء الله النهاردة في محافظة مرسى مطروح. البير ده وراه قصة، البير ده شراكة، شراكة إمبراطورية مصرية. الخير بيكبر وبيوسع وبيخرج بره بلدنا، وهدفه نخدم أهل بلدنا. ولما لا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أفضل الصدقة سقي الماء، ويقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يسقي مسلما على ظمأ إلا سقاه الله من الرحيق المختوم في الجنة. هو ده الأجر اللي هيبقى، هو ده الأجر اللي هيستمر. الناس للناس ما دام الوفاء بهم، واليسر والعسر أوقات وساعات، وأكرم الناس عند الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب المسلم، وأحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. فالإنسان لما يكون ذا نفع وله أثر طيب في الأرض ويضرب بسهم هنا وهناك، دي تجارة مع ربنا يا سيدي. شكرا مؤسسة أحمد بن زايد، شكرا مؤسسة سكن الماء، شكرا لكل الناس اللي بتدعم وتتواصل وتتعاون مع مؤسسة سكن الماء في داخل مصر وفي خارجها. البير رقم 1000 مؤسسة سقيا الماء، صدقة جارية للحاجة ثريا محمد راشد، يعني ربنا يجعله في ميزان حسناتها. تخيلوا، هي ما تعرفش الناس دول، ما تعرفش البير بتاعها هيخدم مين بعينه، ولكن هي بتاخد دعوات من كل من يستفيد من هذا البئر. تخيلوا حضراتكم على مدار الفترة اللي فاتت ان صدقتوا فينا ودعمتونا على مدار كل اللحظات، لو قلنا في اهالينا محتاجين ومحتاجين دعم حضراتكم، بقى في 1000 بير بيخدم 1000 واكتر من اسر كتير بتستفيد من البير دوت. انا عايز اقول ان ال1000 بير دول يعني 1000 مؤسسة. صح. لما كل بير يخدم ما شاء الله، انا لو انا عديت البيوت ديت حوالي 7 8 10 بيوت حوالين البير ده، يعني هتلاقي مثلا متوسط 40 50 فرد. فرحة الألف بير يعني دي حاجة، لو بتكلم بقى على مستوى الشخصي أو على مستوى المؤسسة، المستوى الشخصي أنا كنت بحلم إن أنا أكون واقف قدام البير رقم 1000 وبركبه. ده يعني ربنا يتقبل مني أنا شخصياً العمل ده أو الخير ده، ومن المؤسسة إن إحنا في خلال أقل من سنتين نقدر نوصل ل 1200 بير. أعتقد ده إنجاز كبير جداً، ونعكس من ثقة المتبرعين فينا، والحمد لله المصداقية بتاعتنا إن إحنا كنا دايماً معاهم فيها. يعني هي دعوة للخير أستاذ عزت. البير رقم 1000 ما شاء رب العالمين، ولسه وفي انتظار المزيد والكثير ان شاء الله. دعوه للخير، دعوه لفعل الخير لتحقيق الامر الالهي، وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسه سقيا الماء، نعمل من اجل الانسان. عايزين بقى في نهايه حلقتنا تعليق اخير. هو تعليقي بس ان احنا الناس دايما مرتبطين، يعني كنا بنتكلم قبل ما نطلع دلوقتي هوا في فكره ان هو الناس دلوقتي بقى يقولوا لنا احنا لازم نشوف البير بتاعنا في برنامج بالدعاء عشان نطمن. فهو بس انا هي رساله للناس، والله احنا على قد ما نقدر بنحاول نطلع ابار عشوائيه، يعني احنا ما بنختارش ابار بعينها عشان نطلعها على الشاشه. انا البير بتاعي لازم يظهر في برنامج دعاء. يعني هي دي واسطه يعني. هي بير لازم يظهر في برنامج دعاء، انا قلت لكم. فهنعمل كده 50 شجره ان شاء الله. فاحنا بس الفكره ان احنا بنبعت لكل المتابعين الصور والفيديوهات واللوكيشن. انت حابب تطمن، تعالى بنفسك انزل معانا مطروح، او انزل معانا اي مشروع احنا بنشتغل مع بعض فيه، وتطمن بنفسك هناك.
ان احنا بقى ننزل لازم اجباري ان احنا ننزل على الشاشه. احنا بنعمل ده بس يعني بيبقى غصب عننا ان احنا يعني مش قاصدين البير نفسه بتاع حضرتك او بتاع حضرتك عشان ما ننزلهوش على الشاشه، لا خالص. يعني هو لو الناس متابعه هيلاقوا ان احنا بناخد عينات عشوائيه من الابار ان احنا بنكون متواجدين فيه، لكن هم بيكونوا استلموا يعني البير، كل الناس بتكون استلمت بالفعل. بس يجوا يعني انا البير اللي كان لسه معروض من شويه صوره ده هو بتاع متبرع دكتور احمد شلبي، هو شرطه الاساسي مع انه استلم من شهرين هو لازم يتذاع في بيت دعاء الا ان احنا كده يعني نصابين يعني نوقف. فانا البير اهوت ونزلناه على الشاشه، ننزل بقى البير كده على الشاشه نشوفه تاني يا ريت علشان يعني هو يحس بالمصداقيه بالظبط. واحنا دي حاجه تشرفنا والله في برنامجنا في بيت دعاء وتنورنا ان الناس ايه يحبوا يحسوا ويثقوا بالمصداقيه يعني الحمد لله في ثقه. اهو البير معانا على الشاشه في البرنامج، صدقه جاريه على روح الحاجه فتحيه سيد شلبي صح؟ بالظبط. هي برضو الفكره استاذ دعاء يعني فكره اصلا وجود حضرتك معانا كمان على الارض هو بيدي مصداقيه لينا كمؤسسين. انت بتنزلي حضرتك بتشوفي بالفعل بقى يعني حضرتك والشيخ احمد لما بتنزلوا بتنقلوا صوره للناس ان هو لا الفعل الحاجات دي موجوده مش مجرد صور احنا بننزلها. بس البير بتاعي لازم يتذاع في برنامج دعاء. هنستاذن استاذ دعاء بقى لو دعاء تصوره ده شرطي يعني. الشيخ احمد يستلم البير وانا اصوره. انا استلمته، انا خلاص استلمت استلمته انا، بس انا عاوزه تصور يا جماعه عاوز احس يعني ده واسطه الشيخ احمد معقوله نصور البير بقى بتاعه ان شاء الله ونعلنه برده في البرنامج باذن الله. باذن الله الشيخ احمد كلمه اخيره في النهايه. كلمه اخيره، ابن القيم عليه رحمه الله بيقول كلام مهم جدا في زاد الميعاد، اربعه تجلب الرزق، اربع حاجات بتجلب الرزق: قيام الليل والاستغفار بالاسحار وتعاهد الصدقه والذكر اول النهار واخره. فده اربع حاجات منها ايه؟ وتعاهد الصدقه. الصدقه ربنا نعم. كده يقدرنا ويقدر الجميع ان احنا نشتغل لله ونطلع لله ويرزقنا ويرزقنا برزق الناس اللي حوالينا. يا رب وربنا يقدركم على الخير دايما. شرفتينا النهارده يا استاذه دعاء. شكرا. اروح بقى واشكركم في نهايه الحلقه وربنا يكرمكم، وبشكر كل مشاهدينا واسيبكم مشاهدينا واخر تقرير خير في حلقتنا النهارده مع مؤسسه سقيا الماء. هنا في قلب محطة كرم عمران زي ما انتم شايفين العمل وزي ما انتم شايفين الاساس اللي اتعمل والحفر حفرنا هنا وعملنا ثبتنا الخرسانات عشان نعمل الحاويات دي، وادي حاويه متقفله اهي. الحاويه ديت وزنها حوالي 6 طن. المحطه هنا احنا كنا هنا من حوالي شهرين وقلنا احنا عايزين نعمل محطه، وبالفعل احنا عدى علينا شهرين وبدانا عمل في المحطه، وزي ما انتم شايفين على قدم وساق الناس شغاله هنا والناس شغاله هنا والناس شغاله هنا وفي كل مكان في المحطه. الناس بفضل الله يعني لا تكل ولا تمل علشان احنا قدامنا مده معينه حوالي 3 شهور او 4 شهور ان شاء الله ونسلم فيها المحطه. وزي ما انتم متعودين من مؤسسه سقيا المنيا بتنجز العمل قبل المده المحدده، فانتم بهمتكم وانتم بتعاونكم وانتم بتواصلكم مع مؤسسه سقيا الماء باذن الله تبارك وتعالى وهو مطلع علينا الان نقدر ان شاء الله بهمتنا وبتوكلنا على الله سبحانه وتعالى وبثقتنا في الله عز وجل ثم بثقتنا في مؤسسه سقيا الماء وبالقائمين على مؤسسه سقيا الماء ننجز العمل ده ان شاء الله تبارك وتعالى. احنا المكان ده زي ما انتم شايفينه عباره عن تراب اهو، عباره عن عمل وعباره عن حركه وعباره عن لسه تحت الانشاء، لسه احنا بقالنا شهرين شغالين، فاحنا لسه كمان قدامنا 3 4 شهور عشان نخلص الشغل ده. فاحنا عايزين نحيي المكان ده، احياء المكان ده بالهمه اللي عليه، احياء المكان ده بالنشاط، احياء المكان ده بالبذل، احياء المكان ده بان كل واحد بيشوفنا دلوقتي المفروض انه يحط بصمته، احياء المكان ده انك تحط صداقتك وتحط ثمرتك وتحط بذلك علشان تبقى سبب في احياء هذه البقعه. الله سبحانه وتعالى يقول: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. الحتة دي كانت ميتة ما فيهاش حاجة، جت مؤسسة سقيا الماء علشان تحييها. تحييها إزاي؟ تحييها بالمية. المية اللي هتروح تخدم عزبة جبريل، قرية بعيدة عن هنا حوالي 4 كيلو أو 5 كيلو زائد القرى المجاورة لها، حوالي 40,000 نسمة، حوالي 40,000 نسمة. يعني انت يلي بتشوفنا دلوقتي يلي بتشوفيني دلوقتي لو حطيت 10 جنيه
كأنك أحييت المكان ده. لو حطيت 100 جنيه كأنك أحييت المكان ده. لو حطيت 5000 جنيه قيمة الصك كأنك أحييت المكان ده. على الرغم من المكان ده يا جماعة علشان يخدم القرية عزبة جبريل والقرى المجاورة ل 40,000 نسمة محتاج حوالي 10 مليون. احنا محتاجين همتكم، محتاجين كلنا ان احنا نتكاتف. انت عارف يعني ايه تحيي ارض؟ انت عارف يعني ايه تحيي بشريه؟ انت عارف يعني ايه تحيي نفس؟ النفس الواحده في الاسلام تعدل البشريه كلها. تاني، النفس الواحده احياؤها يعدل البشريه كلها. مش انا اللي قلت، ربنا سبحانه وتعالى هو الذي قال: ومن احياها يعني احيا نفسا، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني أنت لما تبقى سبب في إنك تحيي نفس، لما تبقى سبب في إنك تحيي مش نفس بقى، ده عندك أنت بتساهم في 40,000 نسمة، 40,000 شخص هيستفيدوا من المية هنا. أنا عايزكم تتخيلوا إن المحطة خلصت، وإن الناس بتفرح، وإن الناس عملت مهرجان وعملت حفل وعملت افتتاح وفرحت وجات واحتفلت بإن المحطة اشتغلت. عايزكم تتخيلوا إن الناس لما كانت بتعاني أو لسه بتعاني وإحنا لسه بنعمل المحطة، إن كل 3-4 أيام بتجيلهم المية ساعة ولا ساعتين، فما بالكم إن المية شغالة عندهم طول الوقت. أنت اللي بتشوفنا دلوقتي واللي دفعت 100 جنيه و1000 جنيه و5000 جنيه، أنت سبب في الفرحة دي، أنت سبب في قضاء الحوائج، أنت سبب في إسعاد الناس، أنت سبب في إدخال السرور، أنت سبب في إحياء النفس. يلا ما تضيعش وقت. ورايا هنا المأخذ ده فرع من النيل علشان هيخدم عزبة جبريل. احنا قلنا لكم عزبة جبريل والقرى المجاورة حوالي 30 ل 40,000 نسمة. احنا جايين بنفرجكم على المأخذ اللي المحطة هتاخد منه، محطة كرم عمران، علشان نقول لكم مدى ضخامة وكبر المشروع اللي المؤسسة بتعمله. مشروع كبير، طالما هيخدم عدد كبير فمحتاج مساهمة كبيرة، فحطوا ايديكم في ايد مؤسسة سقيا الماء علشان ننجز المشروع ده. يا رب ربنا يتقبل مننا جميعا. دمتم للخير سباقين ولنا داعمين. مؤسسة سقيا الماء، نعمل من أجل الإنسان.